ما تقول جماعة خلاص شايلين بندقية حددوا هوي نحن هنصوركم وهنرفع الفيديو ده عشان شنو تدوا سبورت للدعم السريع. طبعا البنات مساكين يعني يقولوا شنو يعني يقولوا انتوا امرقوا يا جنجويت يا رباط يا قطر يا مجرمين ما يقدروا ان شاء الله ان شاء الله كتر خير بارك الله فيكم. انت قالك بارادتهم تحديد قبال يقلبوا فيهم الكاميرا كده حددهم تحديد دايرين نقدم لك ولازم تظهر في الكاميرا. اي طبعا انت لما تجي جنجويت يجي وانت مواطن اذن ما هتقول ان شاء الله يعني هتقول شنو مثلا انت عاين لهم البنات من عيونهم ما قبلانين لكن شنو بنططوا عيونهم بيتلفطوا شمال يمين على الواحد الواحده بتتلفى زي سواق التاكسي. والله العظيم بالله شوف كنت قاعد جنجويت قال دير قال دير قال دير يجيب خدمات طبيه للمركز الصحي. طب اليوم في مخك يا زول يا احمر انت جنجويت يا زول انت قاتل يا زول انت وشخ خدمات بتاعت الطبيه بتاعت حبوبتك وده الحال اقوده بسيط اقوده اركب راسه. في واحد من ابناء الجزيره دير رسل لي كلام وسخ تافه انا دير ارفع عليكم الرقم هنا الكلب الحقير كويس انا بنجم لك يا شاب احمد كسلة يا زول ايه انت الضباط ديل ما عارف اساميهم ولا ما عارف شخصيات مش عارف اسامي الضباط اللي في الشمال ديل بالصف ما تمشي تقول لي سمو ان شاء الله تقول هنا سبع زمه في شبكنا شماليه 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 كسمك انت وكسمك ونشت انتوا خاطر رجال دي كاردكم بالجلجلة يقضوا في بناتكم ما تمشي تحرروها لكن انا شمالي شمالي. طيب زول ده نبص وقال يا اخي الجنجويد بيغتصبوا بناتكم امشي حرروها. والله يا اخي هو طبعا احنا ما بنقدر نرد لانه بدون ارادتهم حصل قتال بين الميليشيا اتجندته جزء من ابناء الشمال السفل الملاعين التابعين للجيش انا اللي هو لايفات احمد كسل المتمرد على اساسة وقادة الجيش الفاسدين تمام فهم اللي جابوا الجنجويد فاردم الوسخ ده من الجزيرة قاعد في السعودية عبد حقير للسعوديين بدقوا بالعقال بدقوا بالجزمة ها الكلب انت قلت قال يا اخي انت اختصب ونحن لو دايرين نجي نحن ثاني بقينا سليمان شوس طبعا دي باللغة الفرنسية طيب بالانجليزي سمسم بالعربي سوا اها بقينا كده سليمان شوس عشان ما في زول يطول لسانه على زول والمرأة حقها بيجي كويس حقها بيجي والله دفعت الخالي والنفيس وانتهب ارضى وارضى كويس الابل الاداري الكبير وقع على المرأة فانت ما تجي تنبسني تقول قال الجنجويد اغتصب وبتاع بقينا سوا هسي سوا في الدك في الفلك في القريص في سوا ما في شمالي تاني يقدر يطول لسانه 4 مليون ديل حرب من الخرطوم اغتصاب ده حدث ولا حرج لكن برضه ما بدنا نشمت عليهم لانه من المفترض الشماليين لو عندهم يعني فكره وكويس فكره بس بسيطه كده من المفترض يكونوا ضد الشماليين اخوانهم لانه الشمالي هو اللي جاب الفقر خلى البنات اغتصبوا ما الجنجويد الجنجويد ما اغتصبك ما اغتصبك في الخرطوم ولا سرق بيتك ولا دمرك ولا عمل لك شيء هو صح سرق والجنجويد سرقك لكن مين السبب السرقه في الخرطوم واشعل الحرب في الخرطوم خلاك انت شمالي يجي يغتصبوك مش الغراب ما بقيت هنا اخو صح عليك كيفكم ان شاء الله يغتصب حبيبتك في الركوب انا مالي مالك يا زول انت وقت اصلا ما دار تقول لاخوك ده انت اعور كويس في اين ودار تقول له انت وسخ وانت الواحد بيشاكل مع اخوه ام واحد ابون واحد مرق من ريهم واحد بيشاكلوا وبيقاطعوا عديل خلينا من انكم انتم شمالين ما دارين تردوا على البرهان الكذب النتن الوسخ اللي جاب لكم الجنجويت الرباط القطر المجرمين اللي اغتصبوكم الباعوا نسوانكم في دارفور زيهم وزي اي تجاره رقيق ما دارين تردوا لهم لانه انتم ذاتوا جزء من الناس منكم مناعيل لانه دير ما حكمكم ده ما يسقط سقط سقط حكم الشمال بدليل ياخذ الفيديو هذا رفعت عليك جزء من ابناء النوبه يتمردوا انضموا لقوات الدعم السريع حتى ضباط في الجيش براكم جبتوا الفقر بعد حكمتوا حكيم وخليتوا المجرمين وكويس وخليتوا البشير وخليتوا الناس اتجروا من الجيش وبعد ذاك الانصرافي جاي يتكلم بلهجه عنصريه بخيطه جدا ودل في نفوسكم ودل في قلوبكم كشحتوا لنا بعد الاصل بعد ان عصرتوا وانضربتوا ضربه من حديد مرقتوا الوسخ القرف الاسهال العفن جوا قلوبكم كشحتوا هنا والله خواجه التهيئه ليك يا اخي
والله الخواجه انا بحييك جدا، الله يمرق العافيه من جلدك، جبت التواصل الاجتماعي كانوا بيتحكموا فينا في التلفزيون السوداني وفي الجريده، الان نحن نتحكم ونتسيطر في الاعلام غصبا عن ابو اي زول كلامنا يوصل. نحن كنا مكبودين، كنا ما بنقدر نطلع كلمه ساكت نقدر نقولها، يقهرونا يضربونا يسجنونا يقطعونا، الان نحن بنقول عليكم ونردمكم من الدنيا نهار، بيننا وبينكم حريه سلام عداله، لازم جزء من ابناء النوبه وابناء دارفور وابناء النيل الازرق لازم يحاكموا، وانت كشمالي تاخذ نصيبك بس غصبا عنك كراك في رقبتك سمعا وطوعا وطاعة تاخذ حقك بس ولا تموت، خيارين بس عندك اثنين، وده المطار امجرس مفتوح والذخيره جايه ما في فينش. انا معارض ضدك، جبال النوبه ضدك، النيل الازرق ضدك، اخواننا ولادنا في الجيش ضدك، طابور خامس إضافة على الجنجويد و500 قبيلة وجايين من هنا، أنت كده كده حمام ميت، إلا تتنازل غصبا عنك كراك في رقبتك سمعا وطوعا وطاع ورقمي عن أنفك، ما في خيار، ما في بديل. بتلعبوا علينا ليه ولا شنو؟ الله تميتين أبو أهلنا يا أخي. طبعا نحن واقفين لكم في أطاع يا زول، دولة ده حق أمكم ولا حق أبوكم براكم، ما تلقوا رجال حرروا طيب من الجنجويد. الجيش بيقول لك عنده قانون رقمي التكنولوجيا الحديثه والفنيه والصواريخ، ولكن المشاه سيده ام المعارك، ركز في النقطه دي، رقمي التكنولوجيا الحديثه والفنيه والصواريخ، ولكن المشاه سيده ام المعارك، بدليل انه المدفعية ما يقدر يضرب مدى بعيد، لانه السلاح المدفع حس القبضه في المطار ده ما زي الكلاش. الكلاش ده ممكن الناس المدفعية دي بكلاشينكوف بس تقبضهم جد. عين المدفع ده حس تقدر، المدفع ده مدى المدى حقه بعيد. بعيد. بهي كلها بكلاش تستلم الطيران كله كلاش بس، لانه اسمه بندقيه عاليه تعمل بقوه الخاص واموت يا الترجيح. بندقيه الطير اللي ابو الدبرك والبندقيه الكلاش قتل نص العالم. الطير اللي ابو الدبرك بياكل الذره بيجوع الناس بيدخلهم في مجاعات، والكلاش الخواجي الصنو اسمه كوف وابوه اسمه كلاش، عشان كده سموه كلاشين كوف بكلاشين كوف بس، عشان كده رقمي المدافع والطيران، ولكن المشاه سيد الأمة المعارك. فما بتاكل ايش؟ هبو موضوع بتاع العداله لازم نقلع السلطه من الشمال باي فهم. انا واضح جدا باي فهم، بجنجويد بقتله بمجرمين بقطاعين طرق بسفنه بملايين بخسارات بسما ينفك يقع باي فهم. نحن لازم نقلع حكم الشمال ابا من ابا ورضا من رضا. نخط في الترابيزه حريه سلام وعداله بتعداد السكاني وبديمقراطيه، الناس اللي تحكم عشان الاموال الطاليه والعمالة المليارات الدولارات ده ما يكون هبه لناس معينين ورقعه جغرافيه ما لاقين 2 مليون. 2 مليون بس، شمالين 2 مليون ما لاقين، مسيطرين في 48 38 مليون؟ ليه يا اخي شنو هم يعني؟ ما في كلام فارغ بالشكل ده. ما في يا زول. والله العظيم ان احنا الكلام ده نحن بنقوله واقع ملموس، ما تقدر يا بلبوس تقدر تقيل ادبك علينا، ما بتقدر ولا بتقدر ولا عندك وزن ذاته تجي تغني منه مثلا يعني. اخدت لك دق اول حاجه ناس اليو بي اف عديل ذاته كيو بي اف كده هم ضدك عديل وضد النظام الماشي ده. الحركات المسلحه شايفه هنا وهناك ده ضد عبد العزيز الهيلو ضد النوبه القاعدين في الجيش وفي الشرطه وبتاع، بعد شافوا الكلام بتاع الانصراف وحكيم حكمهم بيقول ضد. انا زناي ده عارف ناس الدمازين ضد كويس، ناس الوسط ذاته جزء منهم بيقول جنجويد ضد. خلي جنجويد، الجنجويد ديل حطهم على الجنب، ديل خليهم يا يعني. ديل كده حطهم كوم. امشي يا زول امشي يا الله يسقط الله يسقط الله والله ببلوكات يسقط والله يسقط ده سقط هو مش يسقط ده حاجه. طيب يا احمد يا اخي هسه طبعا رايك شنو في انه الملايش بتاع الدعم السريع ده لو استلموا البلد طيب رايك شنو لو استلموا البلد؟ ما بيستلموا ما بيستلموا بيقوم بيحصل عمليه بتاعت انه القائد بتاع الجيش بيحاول بيستسلم. لما يستسلم طوالي بيطلع واحد نوباوي بيستلم السلطه ونلتف في حوله. الدوله يعني ما بتسقط كده الرب كده وجنجويد بيستلم ولا لا، ده ما بيحدث ما بيحصل.
انا اكدت لك الكلام ده تاكيد، اقسم بالله والله على ما اقول شيء، قسما بالله ثلاثه. لكن الشماليين زي ما جروا فاتوا فاتوا جروا فاتوا كسروا وفاتوا اسمه مصر بجروا، البرهان بجري والضباط بتاع الشماليين بجروا، النوبه طوالي بيستلموا طوالي، نعمل لايفات ونعمل شنو كامباك، نعمل كامباك طوالي شنو، نحشد جماعتنا يتلفوا ورا النوباوي ده سريع زي سوار الذهب. بعد ذاك تشكل حكومه يقيموا السلطات الثلاثه، السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه. الجنجويد بعد ده اوريدي بدا سلاح، لكن الدوله ما بتسقط كده خلاص. الجنجويد يجي يقولوا بيان عام ان احنا استلمنا الدوله، انتم مجانين تحبل ما في ولا بتلقى، لكن خلاص بيستسلموا الشمالين، بوصلوا في طريق مسدود، حالهم بيتدمروا انتهوا. وانا اكد ليك شوف الامم المتحده في اتفاق بتاع الجلد ده قال لهم تفتحوا ممرات امنه انسانيه عشان يقدموا الخدمات للمواطنين. اول حاجه الدعم السريع ما بيلتزم بكلام زي ده، ما بيلتزم، هو في دارفور ما التزم، ما بيلتزم ما بيلتزم، وحتى بشكوا جماعتهم بقول لهم اسمعوا دقوا يا دول. بعد ذاك لما نجي سالم يقول لك والله دول متفلتين، اي صحيح من قبائلنا لكن متفلتين، بدون سلاح بيلبسوا مدني، بدقوا الذخيره بكون مواصل القلي والنهب والبتاع، بقول لك دول عباره عن ملايش ما تعبين لنا ما منظمين، ونحن كاكينا ده الفلول شالوا الزول الناس، وهم الفلول هم اللي قاعدين يقولوا دي القوات الدعم السريع ما تعبين لنا، هاي ما عندهم استمارات ما تعبين لنا، والحرب يستمر لانه عارفين اي هدنه بالنسبه لهم هم ويتنازل هم انا تقاعد معهم. انا اديك لا من الاخر كده، خلينا من التمرد بتاع جزء من ابناء النوبه ده شايفينه، وده ما معناته حبا للدعم السريع، لا ركز، لا لا لازم انتقاما لدولة 56 العنصرية. شوف رأيك شنو يا حودة، يا حودة شايف، تخيل يعني ده زول ضابط ده اشتغل كم سنة يعني عشان يبقى ضابط، عشان يبقى أقيد، أقيد باقي نجمة يبقى لواء. الرحمن الرحيم، قال لك الظالم واحد والقاتل واحد، السلاح لازم يتوجه كله. ألحق نفسك يا زول، ألحق نفسك قبال ما تفقد باقي. بدت الحرب الأهلية الشعواء، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر. ده متصل لأخوه فيديو عبر التيك توك، وشوف ديل قاعدين في السعودية، تخيل ديل الناس اللي ودوهم اليمن في السعودية بيتصل لأخوه بيقول له خلوا لنا شندي في تشاد والنيجر والقاعدين في موريتانيا والقاعدين في ليبيا والقاعدين في اليمن، يتخيل ده في اليمن ومعروف صوت وصورة، ما تقدر تسأله ولا البرهان يقدر عنده سلطة عليه. في اليمن بيقولوا خلوا لنا شندي بس، نجي نمسح شندي خلوا لنا، كلهم مترابطين كده، عشان كده ما في واحد فيهم قال كلمة حق إلا انتصار، تحية للانتصار، كلهم شبكة زي ده، تعرف شبكة زي ده. لسه ما شفت حاجة، لسه دي أكثر من 30 40 قبيلة، وزي ما شفنا الادارات الاهليه جبتوا لكم قبل شويه في نياله انضموا طوالي وقتي، ومن اصلا من زمان ذاته جنجويتهم سقطت، سقطت انتهت. ما في زول ذاته علق لي قال لي يا اخي احمد ها طيب نام شنو ولا كده ولا كده، ما في زول ذاته. ولا انا ما انتبهت للتعليق، رايكم شنو يا جماعه؟ عشان نكفر اللايف يا جماعه بعدين نمشي التيك توك، ها رايكم شنو؟ ما في زول ذاته جا قال لي كده ولا كده، بس الشمالين دير بس قيدهم بس قاعدين كده بيعينوا اللايف. النوبة عنينوا اي والله، الغرابة عنينوا اي، جنجويد قبائلهم كله اي، كلهم ضد منو؟ ما سؤال ضدك انت كشمالي، اخذت عليك دق هم رادعين. ليه انا الشمالي طيب يا احمد انا مسكين مواطن؟ لا الخير يخص والشر يعم، زولك حاكم هاي أمر قول هؤلاء القتلة هؤلاء المجرمين جزء من أبنائنا، على رأسهم البرهان القاتل المجرم، لازم يسقط حكومة دي، وبعد ذاك يكون في حرية سلام وعدالة، ونحن ما ندفع الفاتورة كأبناء شمال عشان يجي يقتلونا في محلاتنا. قول الكلام ده، قول الكلام ده، أنت بتقوله زيك وزي أي جنجويتي وسخ أفن ساكت، ما عندك أي موضوع، ما تقوله بتندق بتتبلى بينا نحن وبتتبلى بالجنجويتي وتمشي لي الله. جيش انتهى، جيش سقط، انتهى. أكثر من 50 طيارة ولا أكثر من 50 طيارة من الحرب ده بدأ وقع ضربوها رموها. هذا تجي تقول لي أنا ما معم كيف أنت معم يا زول؟ إحنا لما في دارفور ضربونا بفرزونا بين الحركات وبين المواطنين؟ لا لا لا، قال لنا أنتوا الحاضنة بتاع الحركات المسلحة، لازم يقتلوا يقمعوا
كويس احلكم القاعدين في القرى ويقمع على حركات المسلح كده ضربونا كده ضربونا كده حسي لما الجنجاويد بيجي بقول لكم انتوا يا زرقاء دي ما معركتكم انسحبوا لنا خلونا مع الناس دي خلونا مع البسكويت خلونا مع الكسر ده الكلام ده بوجهوه لمنو بوجهوه للبرهان ولا بوجهوه لمنو بوجهوه على اساس اسمي وقبلي ناس اتلوا في بيوتهم اذا كان الجنجاويد إذا كان الجنجويد شعلوا عربيتك واختصبوا مرتك وتلوا في بيتك وشعلوا قروشك ودخلوا في دكانك ودخلوا في بوتيكك علاقة بوتيكك وعلاقة دكانك وعلاقة مرتك وعلاقة بناتك علاقته شنو بالبرهان؟ علاقته شنو؟ أنت مواطن علاقته شنو؟ عشان كده